المنظومه الصحيه المغربيه ما استطاعتش تواكب النمو الديموغرافي اللي عرفوه المغرب منذ الاستقلال، لان الميزانيه المرصوده لهذا القطاع عمرها كانت في المستوى، لان ميزانيه قطاع الصحه لم تتجاوز 6% في كل الحكومات. هذا الوضع عطانا قطاعين كيمشيو بسرعات متباينه، من جانب كان القطاع العام الذي يتخبط في محدودية الموارد المالية البشرية، ومن جانب آخر قطاع خاص ليس في متناول الجميع نتيجة لمحدودية التغطية الصحية. جائحة كورونا بينت أهمية المنظومة الصحية وبينت الدور المهم اللي يقدر يلعبه القطاع العام. أولاً الزيادة في ميزانية قطاع الصحة، ثانياً الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التحفيز والتكوين والعدد، ثالثاً الرفع من تنافسية القطاع العام وتعميم التغطية الصحية. نسجل بكل أسف أنه كاين نقص كبير في العرض التربوي، كاين نقص كبير في المؤسسات التعليمية، كاين خصص كبير في الأطر الإدارية والتربوية. كنسجلوا أن أغلب المعاهد والمؤسسات ذات المؤسسات العليا مازال كتمركز في واحد المجموعة ديال المدن. أول نقطة بالنسبة لنا داخل فيدرالية اليسار هي مسألة المنح بالنسبة للطلبة. جميع الطلبة المغاربة خص يكون عندهم الحق في منحة ديال 1500 درهم كمدخل إصلاح المنظومة التعليمية. المسألة ديال المنحة تضمن الكرامة ديال الطالب. المسألة الثانية هي أننا داخل تعليم سيليكتيف، مجموعة من الطلبة اللي تيجيو بنقاط مرتفعة يعني كبكالوريا من الخواص، واللي تيكونوا مباشرة يمروا للمدارس العليا والمعاهد العليا، يجب ضمان واحد المجموعة ديال الأشياء اللي تخلي المساواة ما بين الطلبة في المغرب، وخاصة الطلبة اللي جايين والتلاميذ اللي جايين من الفئات المحرومة من الفئات الهشة، نعطيهم فرصة ديال التعليم في المعاهد والمدارس العليا عن طريق لا ميزانيفو. المسألة الثالثة هي مسألة ديال لي ماستر، وهذه المسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار داخل الجهات. خاص الجامعات الترابية بشكل عام تكون فاعل أساسي في توفير الوعاء يعني العقاري، في تجهيز المؤسسات التعليمية، في توفير يعني الفضاءات، لأن ما يمكنناش أننا نتكلموا على نموذج تنموي ولا أننا نتكلموا على أننا نركبوا يعني قطار التنمية بدون ما نردوا الاعتبار للمدرسة العمومية بكل المكونات ديالها.